يا ريس استحلفك بالله نفسنا نناقش استجواب واحد على الاقل للسيدة وزيرة الصحة، وساعتها حضرتك هتعرف انه سيتم سحب الثقة فورا منها من هذه القاعة، لانها غير مؤتمنة على الشعب المصري، غير امينة على مصالح المصريين. لا يعني طيب يعني لو تكرمت يعني لفظ غير امينه ده يعني يحذف من المطبخ. لا لو عدم ال يعني عدم ال عدم الامانه، ما هو يعني انا انتقد في الاداء. لو تكرمت، في فرق ما بين النقد ولو تكرمت. هذا اللفظ يعني يسيء الى المجلس قبل ما يسيء للوزيره. يعني عدم الامانه يعني نوع من انواع لو تكرر. خلاص يا سياده الرئيس، يا رئيس انتوا ما رجعتوش القانون الجنائي خالص يا رئيس. احترام